تداعيات الانسحاب الامريكي من سوريا تتوالى اصداؤها لا سيما داخل الادارة الامريكية. فها هو وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس يخرج في رسالة وجهها الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب تشرح الاسباب التي دفعته للاستقالة من منصبه، تلك الاستقالة التي بدت مفاجئة للبعض لكنها كانت متوقعة لدى البعض الاخر. ماتيس اعتبر في رسالته انه من حق ترامب ان يكون له وزير دفاع له وجهات نظر مسايرة بشكل افضل معه، منتقدا ضمنيا عدم اكتراث الرئيس الامريكي باقرب حلفاء الولايات المتحدة. وقبل لحظات من رسالة ماتيس غرد ترامب بأن وزير دفاعه سيتقاعد مع نهاية فبراير المقبل، مضيفا أنه سيتم تسمية وزير دفاع جديد خلال وقت قصير. من جانبها أعربت زعيمة الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي عن صدمتها بنبأ استقالة ماتيس الذي وصفته بالوطني. ماتيس كان احد الرموز القليلة التي تمثل صوت الاستقرار في ادارة ترامب، ترك الادارة كغيره، هناك فوضى الان في هذه الادارة. وكان ترامب قد اعلن في وقت سابق انه سيسحب قوته من سوريا وقوامها 2000 جندي في قرار يمثل تحولا في السياسة الامريكية بالمنطقة. قرار ترامب يأتي فيما نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة تدرس حاليا إمكانية تخفيض عدد قواتها العاملة في أفغانستان إلى حد كبير خلال الأسابيع القادمة، إذ يقوم الجيش الأمريكي بأطول عملية في تاريخه منذ عام 2001، ما يمثل تحديا جديدا لحلفاء واشنطن الذين أربكهم نهج ترامب إزاء الأمن العالمي، والذي يصفونه بأنه يصعب التكهن به ويسير في خط منفرد.